عن بداوي قولوا حلالي يا مالي وجينا نغني بكلمتنا وسراوي جماعتنا ويا بهاء العزوتنا طول العمر والزمان ولعلاء الغني وحبابي والله بعيني بنات السراوية طول العمر والزمان البن البن بيتغنى ونبع الزاجة لنا ومنا يا سرى وطنا وفيها بتغنى الفنانية وبتودي التهاني والوقائي ما بنساني الملازم عنواني ويا بها وجينا نقول الغني وحبايب حوالي عراس الصراوية بدوية الأوطانية أبو محمد ماني ناسي وبحطك تاج عراسي بالهمي والحماسي نوقف وجه العدوان يا حلالي يا مالي أنا بقول ولعت يا سرى خلينا مرتبين خلينا مرتبين شباب اتحملوني يا شباب شباب على الوسط خلينا كلنا كل الوسط اسمع رفاقنا ما هو بالهين وقت الشدايد يبين وقت الشدايد يبين رفقنا ما هو بالهين وقت الشدايد يبين يا سراوي يبين ولك انت اقسم بالله دوري طلع النظام ولو اسمع مني الغنية يا حمود بعيني ويا علاء بعيني وصورني صورة وانشرني بكبر مأمورة وانشرني بكبر مأمورة يا ابو عبادة عزوتنا تسلموا جماعتنا وتسلموا جماعتنا اشعل النار يا ولك شوف الرتاب شوف شوف روح روح تحية خاصة للإقليم وللتنظيم وهلا بالعزو والتنظيم يا هلا
شباب من الوسط يا ريت يا ريت عصف عصف يا علاء واللي علينا يتجسس والله لنطخ بمسدس واللي علينا يتجسس والله لنطخ بمسدس واللي علينا يتمادى على روح نشرب سادة الشباب اللي بالوسط والله نكون مخربين يا شباب يا ريت كلنا نتعصب فهم قلبي ومش فاهم بهاء أحلام ولازم فاهم شعري ومش فاهم علاء أحلام والوسمة مني الغنية والدار اشتاوي بعيني والوسمة مني الغنية والدار اشتاوي بعيني وسهر عاجبني ساهر صر كلهم أكابر والساهر عاجف لك ساهر صر كلهم أكابر واللي علينا بيتجسس والله لنطخ مسدس واللي علينا يتجسس يلا ولع شباب اللي مضيع 50 شيكل يا عنا على المنصة تحية من نادي شباب سرا وأبو عهد للملازم الغالي بهاد هلا 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 Yeah.